بيان سور ترو بوا مهمين في بدايه المشوار اللي هي كما قلت سبق وقلت انه هي باش تكون مباراه مفتاح، مباراه مهمه نعرفوا اهميتها وحذرنا رواحنا لها. الحمد لله ترو بوا ما فماش ما احسن من تدب ترو بوا دور المجموعه. بيان سور منافسه كبيره في وسط الميدان، الولاد كل قاعدين يخدموا، الناس كل قاعده تخدم، كل يلعب كل ما يلعبش. الحاجه الوحيده اللي تهم هي ان شاء الله ديما الترجي منتصر وديما في سكه صحيحه ان شاء الله. ديما ماتش كونتر لي توا تشامبيونز ليغ بطوله حتى على البيس ديما ماتش باهي. بيان سور ديما ماتش باهي، ماتش ترجي الاطوال من اول الدنيا معروف ريفاليتي كبيره بين ترجي الاطوال، وديجا في السنين الاخرى الماتشوات الكبار هما ترجي الاطوال، كو سوا بطوله كوب تشامبيونز ليغ ديما باش تكون مباراه حماسيه. ميتونور ميتونتيني باش يصفوا على حسب لقيتوا الواقعيه وصفوا الكاج نتاع الاطوال، شنو قال لكم المدرب في السيزون؟ اللي تحسن هو انه الكونسنتراسيون زاد اكثر، ديتيرميناسيون، الاولاد كانوا بيان ابليكي دوزي ميتون، جاو زوز بونت ورا بعضهم وسهلوا علينا المباراه. الحمد لله 3 بوان وان شاء الله توا نخموا في اللي جاي ان شاء الله. واحد كبرنا على دربيات ودي كلاسيكو زوج جماهير، علاش لي يرجعوا الاجواء هذوكم بالانضباط تاع الجماهير اللي نعاولوا عليه ان شاء الله. ان شاء الله ترجع الاجواء هذيك وان شاء الله علاش لي نكوروا فيهم مباريات بزوج جماهير ان شاء الله. ديما على الانتصار ان شاء الله خويا. بونور اكيد خاصة بالكوب هذايا. يمكن ينجم يكون. اما خويا ديما التوفيق من عند الله.